مشاهدينا الكريم، أحلى سلام وأحلى تحية لكم من جديد. يلا مباشرة وصلوا في الموضوع، ونح نحكو على طرق العلاج التقليدية وما مدى فعالية العلاجات الجديدة، وهل يمكن العودة إلى الوزن العادي. كل هذه الأسئلة وأكثر راح نجاوبه عليها في هذه الفقرة. دكتور، الجزء الأول من الحلقة أو الجزء الأول من الموضوع والفقرة كنا حكينا على الأسباب، تعرفنا عليها، تعرفنا على أيضا أنواع السمنة الحديثة أو غيرها من النقاط اللي تطرقنا عليها، علاش وكيفاش جاوبنا عليهم. اليوم أكيد راح نواصل الحديث ولكن بطرق العلاج. بداية، هناك طرق علاج تقليدية وأخرى حديثة، راح نحكو على ما مدى نجاح كل وحدة فيهم أو كل طريقة فيهم، ولكن بداية حبينا كمدخل نتعرفوا على العلاج ككل للسمنة. هل هناك علاج فعال بصفة عامة قبل ما ندقوا في كل نقطة؟ نعم، هي في الحقيقة كما كنا تطرقنا في المرة اللي فاتت، السمنة شوية هو أصبح مرض، أصبح مرض مزمن من 97. Il est considéré comme une maladie chronique. Chronique, مرض مزمن. مزمن اللي لازم تتعالج. والمرض هذا باش نعاودوا نلخصوا يعني بسرعة. أكيد أكيد. هو قلنا باللي الجهاز تاع يعني العضو اللي مصاب هو الدهن اللي في الجسم. يعني الدهنيات، يعني الشحم هذاك، يصاب بنوع من الالتهاب. هو مرض التهابي مزمن. وهذا المرض الالتهابي المزمن لازم له علاج ككل الأمراض. وهو يشبه إلى حد ما مرض السكري نوع 2، يعني نفس. هو في الحقيقة كل يعني تقريبا كل المرضى اللي عندهم هذه السمنة راح يوصلوا إلى مرض السكري 2. ولهذا ففي بعض يعني الآن كاين دراسات دارت وعلاجات الحديثة اللي راح نتكلموا عليها توري مثلا باللي كي نديروا لا شيروجي بارياتريك، هذيك اللي نهضروا عليها، العمليه اللي هي تكون في اخر يعني اخر حل يعني حل، يبراو من السكري 2. يعني كاين بعض من المرضى الناس كي يديروا لهم هذه العمليات راحين السكري 2 ينقص عنده، يعني عنده علاقه مباشره السمنه بالسكري نوع 2. نعم، في كثير من الاحيان، في غالب الاحيان الناس اللي عندهم سمنه راح يولوا ديابيتيك تيب 2، يعني هذا معروف، يعني علميا مقر به وثابت يعني. ولهذا فيكون هناك تدرج في العلاج للسمنه. هي في الحقيقه بطريقه يعني اوتوماتيكيه، كثير من الاطباء الى اخره المختصين كانوا يلجؤوا الى حل واحد بالنسبه لهذا الناس اللي عندهم سمنه، من غير الناس، لان لازم نفرقوا بين السمنه تاع الدهون اللي تكون تحت الجلد اللي هي سميوها سيتون جينويد، يعني سيتون اوبيزيتي جينويد، هذيك ما عندهاش يعني خطوره كبيره. هي المشكل كي تكون السمنه في الشحوم الموجوده في الاحشاء، يعني الداخل، ولو قد في الشكل تكون تقدر تكون ماهيش الانسان ماهوش سمين بزاف، ما يبانش شكليا سمين بزاف، ولكن الشحوم الموجوده في الاحشاء هي اللي تكون خطر واللي تؤدي الى امراض يعني ليبرتونسيون كارديوفاسكولار وديابيت. ولهذا فالعلاج تاعها لازم يكون. ويعني المثال الاحسن مثال في التدرج تاع العلاج هذا وفي يعني كل انواع العلاجات اللي حاولوا باش يصيبوها هو الولايات المتحده الامريكيه، يعني لأن المشكل بدا عندهم، وهو اللي هما اللي عندهم البلد الوحيد اللي عندهم يعني عدد كبير. مصابين بهذا. كنا جبنا الإحصائيات في أعداد سابقة دكتور وحكينا عليهم وقلنا اللي أيضا الجزائر راهي في زيادة مستمرة في عدد المرضى. المشكل تاع الجزائر هو شنو؟ هما في الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة عندهم العدد كبير، بصح عندهم الوسائل باش طرق والوسائل الماديه والماليه باش يقاوموا هذا المرض ويعالجوه على يعني بصفه كبيره. احنا المشكل تاع البلدان في اللي راهي في اطار النمو او في يعني البي اون ديفلوبمون، هذه البلدان عندهم نفس المشكل تقريب في العدد، راهم وصلوا نفس العدد، ولكن
الوسائل المخصوصة. يعني أنا عندنا دوك دوبل فاردو. أكيد دكتور، قبل ما نوصل إلى الحلول والفروقات في الحلول، رجعت بنا ربما إلى 1994، رجعت بنا الزمن السابق، فبالتالي حبينا نبقاو في نفس الزمن، نتعرفوا على الطرق التقليدية اللي كانوا يعالجوا بها الناس السمنة، كيفاش كانت زمان يعني؟ هي في الحقيقة كانت تعتمد خاصة على، يعني كانت زوج، كان سواء نقص في السعرات، يعني يقول لك ما تاكلش بزاف وتتحرك شويه، نعم تجوع، وهذه كانت، او كانت بعض المواد يعني الصيدلانيه واش اللي خرجت في السوق ويعني جربت على كثير من المرضى، وهي قطع الشهيه. هذه مكملات ولا علاجات؟ علاجات ادويه، هي الاخر تاعها تقطع الشهيه، سي دي كوبفا، وندارت يعني بعض التجارب على بعض المرضى وخداوها، ولكن كانت عندها تأثيرات جانبية يعني شديدة. وهذه الأدوية لايتي غوتيغي، تنحات يعني، ولو ما يستعملوهاش، وعرفوا باللي ماهوش هذاك هو الحل. ومؤخرا بدأت تبان أدوية واحدة أخرى اللي ما عندهاش هذه التأثيرات الجانبية، واللي عندها فوائد أكثر في نقص تنقيص الوزن، واللي راح نشوفوها من بعد. أكيد. باش نلخصوا يعني، من قبل كانوا يعني الطب كان يسفوكاليز على وشنو، على التقليل من السعرات الحراريه، وبعض الاحيان كانوا يتكلموا على النشاط، ما كانوش يتكلموا عليه بزاف. اكيد دكتور راح نحكوا على كل هذه الامور، خليني فقط نوجه للناس اللي راهي حابه تشارك معنا باللي يقدروا يتواصلوا معنا، نفتح لكم باب استقبال مكالماتكم الهاتفيه عبر رقم الهاتف الخاص بالبرنامج، واللي نفتتحوا به اول اتصال في هذا الاثناء راهو حاضر معنا، ونقولوا الو صباح الانوار. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام وطيب الكلام، شكون معنا ومنين؟ معك متصلة من تلمسان. يلا تحية لك وكل ناس تلمسان اللي رامي يشوفوا فينا هاد الصبيحة. أنا كنت هدروا على السمنة الأخ. أكيد رانا نهدروا على السمنة، هاد المرض الخطير المزمن، مرض العصر. الأخ أنا عندي السمنة غير في البطن ديالي. عندك سمنة في البطن؟ في البطن ديالك؟ في البطن. طيب شحال الميزان ديالك سيدتي؟ نعم. شحال الميزان ديالك؟ الميزان ديالي 65 كيلو. 65 كيلو، ولكن زيادة كاينة في البطن، على مستوى البطن. في البطن. نعم هي كما كنت نتحدث، هي على كل حال لازم هذاك المؤشر هو اللي يعطينا نظرة. هو اللي يعطيها نظرة إذا كان عندها زيادة أو لا. فقط خليني دكتور قبل ما تنقطع المكالمة الهاتفية، نحب نتعرف على النظام الغذائي ديالك كيفاش يكون في اليوم. الاكل عندي طبيعي، انا نعتمد على الاكل الطبيعي. ايه تشربي الغازوز، تاكلي الخبز؟ لا نقصت في المده الاخيره، نقصت. شحال عندك ملي نقصتي؟ نقصت هذه مده 3 شهور. 3 شهور، يعني 3 شهور. واضح. طيب من قبل كنتي تاكلي نورمال الخبز، تشربي الغازوز؟ نعم. سكريات تاكلي؟ نقصت في المده الاخيره، انا دايره ريجيم، نقصت. جميل، وحسيتي كاين فرق ولا لا؟ بكل صراحه شويه راني نحس كاين حل الفرق. طيب ديري تمارسي رياضه، تمشي ما تمشيش؟ المده الاخيره سيمانه ملي بديت نصحى في الشين ندير لا مارش. طيب بالنسبه للريجيم اللي راكي متابعته او الحميه الغذائيه، هل اتخذتيها وحدك درتيها ولا لجأتي الى طبيب واخصائي في التغذيه؟ والله وحدي، وراني نشوف راني ناجحه، يبان لي راني في النجاح. جميل. طيب شحال الطول ديالك فقط والسن؟ السن 47 سنه. الله يبارك. والطول؟ الطول 61. 61. هل عندك امراض مزمنه او لا يعني تعاني؟ لا ما عنديش امراض مزمنه. ما عندكش امراض مزمنه، الحساسيه ما عندكش؟ لا. جميل. طيب قيف الاستماع، راح تسمعي الى نصائح وارشادات. شكرا دكتور. ربي يعاونكم. شكرا، مشكوره على هذه المداخله دكتور. نجاوبوها؟ اكيد نجاوبوها. نعم، هي في الحقيقه هذا مثال، ماهوش مثال تاع السمنه يعني اللي نعرفوها، لان حسب الطول تاعها والوزن ما عندهاش يعني ما يسميوهاش سمنه، ولكن عندها مشكل زياده في البطن، يعني كل دهون. هذا ما يسميوهاش سمنه، يسميوه ان سوربوا، بوتي سوربوا، اللي مليح هي تنتبه لهذا الامر وتعالجه. بالك
المساله هذه اذا كان قامت بان سمعت باللي قامت ب حمية ماشي حمية يعني تغيير نمط التغذيه تاعها، لان كلمه الحميه هذه من الاحسن واحد ما يستعملهاش باش ما نخوفوهمش هذه فهذا التغيير فايجابي، وكل يعني لو تشالنج سي تقعد في هذا التغيير، يعني ما تبدلش ما تعاودش تولي الى العاده الاولى. تقعد هنا لازم اخصائي يعاونها باش تقعد تكمل داوم على هذا التغيير، يعني اللي هو ايجابي. جميل جدا. نقطه ايضا طرقت لها، قالت لك باللي عندي 3 شهور ملي درت هذا التغيير وحست نوعا ما في في تغيير حتى في الجسم ديالها، هل 3 شهور كافيه انه تروح الدهون تخلص من الدهون من جسم الانسان او لا؟ نعم، تقدر حسب التغيير اللي ندار وحسب تغيير في النمط تاع الحياه وحسب، لانه هو في الحقيقه كثير من المختصين واش يديروا يبروفوك سكون ابل ان ديفيسيت كالوريك، يعني نقص في السعرات الحرارية. هذاك النقص باش يجي ب في إعادة النظر في التغذية، يعني كما كنت نقول السكريات إلى آخره، وفي النشاط البدني. فهذا راح يخلق لنا ان ديفيسيت كالوريك اللي راح يؤدي لفقدان الوزن، وهذاك على حسب كمية لو ديفيسيت هذاك، على حسب الكمية، على حسب سرعة، يعني هي من الأحسن المنصوح به هو عدم يكون هذا التغيير بصفه يعني دائمه، لا ما يكونش بصفه سريعه، يكون بصفه متدرجه، فهذاك اللي راح يثبت في الزمن، اللي يكون بسرعه يعني هذاك فقد الوزن 10 كيلو في شهر الى اخره، غالبا في اغلب الاحيان يرجع الانسان يعاود يولي اكثر، لان بالك نتكلموا على هذا الممكن سكون ابل لو سيت بوينت، هذا يعني نقطه الرجوع في الجسم، الجسم مبرمج على الرجوع الى الوزن الاصلي، ولهذا فكل دراسات تشير بأن القيام بخسارة الوزن بسرعة راح تؤدي من بعد إلى إعادة الوزن، والأحسن يعني لابيرت، يعني لابيرت تكون متدرجة في الزمن بالعقل باش ما تعاودش تولي من جديد. يلا دكتور نستقبل مكالمة أخرى باش نواصلوا على النقطة أخرى، ونقول انقطعت المكالمة الهاتفية للأسف الشديد، كنا حابين نستقبلوها نتعرفوا على مشكلها. يلا أرجعوا اتصلوا بنا من جديد. دكتور دائما في التداوي التقليدي أو العلاجات التقليدية إلى غاية اليوم، يعني رانا في 2024 ما زالهم الناس يعتمدوا على ليتيزان ولا المشروبات اللي يقول لك تساعد على إنقاص الوزن، إذابة الدهون، غلق الشهية وقطع الشهية وغيرها من الشعارات اللي تكون دائما محطوطة على علب تاع ليتيزان اللي نشربوهم. نعم. طيب تعليقك. نعم. بابتسامة عريضة دكتور راح يجاوبني. نعم، في الحقيقة كاين بزاف كما قلت في الشعارات هذه اللي يستعملوها اللي هذه المواد، يعني اللي كثيرا ما يقولوا بأنها طبيعية إلى آخره، خاصة المكملات، واللي يعني تهدف إلى إنقاص الوزن. هي في الحقيقة دراسات أثبتت أن يعني ما عندناش يعني كما نقولوا مواد هكذايا اللي راح تقوم بهذا بصفة سحرية بإنقاص الوزن، ولهذا فأنا نطلب الناس يعني ينتبهوا لهذا الأمر. كاين في الحقيقة خاصة نعرفوا مثلا جهاز مهم، عضو مهم في الجسم وهو الكبد، يقدر الإنسان كاين بعض كما نقولوا نباتات طبيعية وبعض الأغذية والمكملات اللي تقدر تؤدي إلى هذه الوظيفة وهي الديتوكس، فهذه يعني مليحة راح تساعد اللي يدخل في برنامج لتخسيس أو نقص الوزن، يدخل في برنامج متكامل. فهذه أحد جزء، ولكن ما نقدروش نتكلوا عليها ونقولوا باللي خلاص هذه راح تعطينا نتيجة. جميل دكتور، راح نرجع لكم نعالجوا النقطة هذه ونوصلوا فيها، ولكن خلينا نستقبل مكالمة هاتفية ونقولوا والو والو. صباح الأنوار. صباح الخير. صباح الأنوار سيدتي، وقيلا ما زال كراقدة، أرفع شوية صوتك باش نسمعوك. داكور، معك أم مروة من باب الزوار. يلا مرحبا بكم. كل سكان باب الزوار عندك سمنة حديثة؟ عندي سمنة قديمة شوية، ما حبيت عندي سؤال محدد يعني. تفضلي يعني نسمعو فيك. أنا حبيت نعرف كيفاش حتجي السمنة غير في القسم العلوي تاع الجسم. الجسم السفلي عادي، ما السمنة تركز غير في الجسم العلوي من البطن وطلع كما نقولوا في اليدين، الجزء السفلي عادي يعني. دكتور هل عندك سؤال؟
بالك السؤال واحد هي هل راحت يعني كشفت عند الطبيب عن هذا المشكل تاع السمنه؟ خاطرش يقدر يكون خلل هرموني يقدر يكون. هل رحت عند طبيب من قبل او لا سيدتي؟ متخصص في الحميه نو، ما كان اطباء قالوا لي عسي السكر تاعك يعني ما على باليش. جميل، طيب قايم الاستماع راح تسمعي لنا نصائح وارشادات الدكتور، راح نجاوبوك بعد موجز الثامنة. الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد، رجعنا الى الموضوع اللي فتحناه قبل هذا الموجز الاخباري، وراح نحكوا على الطرق الحديثه لعلاج السمنه الحديثه. مشاهدينا الكرام قبل ما نطرقوا الى باقي النقاط وعلى الطرق الحديثه، اكيد مشاهدينا الكرام لازم نجاوبوا المتصله اللي استقبلنا مكالمتها قبل الموجز دكتور، وين حكت لنا المتصله على السمنه في الجزء العلوي من جسمها. نعم، الجزء العلوي هذا واش معناتها؟ معناتها باللي الجزء السفلي اللي هما الرجلين يكونوا شويه نحاف بمقارنة بين الجزء العلوي. هنايا يعني في الحقيقة لازم تكون متابعة طبية، استشارة طبية، وكاين واحد الآلة هذه باش تسمح لي باش نهضر على الآلة هذه لو بيو امبيدونس متر اللي يعطينا التكوينة تاع الجسم. يعني من جهة الشحوم، من جهة يعني العضلات، العظم، الماء إلى آخره اللي يكون في الجسم، التكوين تاع الجسم تاعي تاعو على بهذا الآلة هذه راح يعطينا تكوين دقيق، وهذه يسمح لنا باش نشوفوا هل يعني عبارة عن عضلات أو شحم أو ماء إلى آخره. وهذه تقدر بوغ ماتخ لو دياغنوستيك ونقدروا تشخيص يكون دقيق دكتور ولا؟ دقيق، نعم تشخيص دقيق، وبالإضافة إلى بيلون بيولوجيك باش نعرفوا إذا كاين اضطراب هرموني إلى آخره، هذا ولا مثلا الغدة الدرقية إلى آخره، هذا راح يسمح باش يعني تكون تشخيص دقيق ونقدموا العلاج المناسب للحالة هذه. ولهذا فننصح يعني باش تكون متابعة طبية قبل ما تروح يعني المتابعة التغذوية يعني ولا أخصائي في التغذية، لأنه من المحتمل جدا أنه تكون عندها مرض آخر. ما نقولش مرض، ولكن يقدر خلل هرموني ولا خلل هرموني الاول، نشوفوا الغده الدرقيه، نشوفوا هذو كاع ناخذه بالحسبان باش نقدموا العلاج المناسب. يعني هذه هي النصيحه اللي نقدر نديها. طيب دكتور، نبقوا دائما بالحديث على طرق العلاج، خليني نقول ونروح الى نبقوا في الطرق التقليديه دكتور. نعم، الطرق التقليدية دكتور اللي كنا بدينا نحكو عليها، وين حكينا أيضا على نقطة مهمة جدا وهي الأعشاب الطبية أو الأعشاب الطبيعية اللي يستعملوهم في التداوي الذاتي واللي دايما ما ننصحوش به. نعم، هي في الحقيقة كان بعض المكملات الغذائية اللي عبارة عن بعض المواد الطبيعية الأخرين اللي يلجأ إليها يعني المصابين بهذا السمنة باش يقلوا الوزن. كنت قلت باللي كاين بعض حقيقة بعض المواد وبعض يعني النباتات الطبية الطبيعية اللي تقدر تعاون في برنامج متكامل لفقد الوزن، ويكون يعني عن طريق متابعة طبية يكون الاستهلاك تاعها والاستعمال تاعها عن طريق متابعة طبية عند المختصين، فيقدر يعاون بشكل ما. ولكن ما نحسبوش باللي نشدوا هذوك المكملات الى اخره الطبيعيه نستهلكوهم ونقولوا باللي راح تعطينا نقص في الوزن، هذا في الحقيقه اثبت عدم نجاعته. ولهذا فالبرنامج يكون برنامج متكامل، يكون فيه اعاده النظر في النمط الحياتي، اعاده النظر في التغذيه، اعاده الى اخره، راح نشوفوا يعني لي زيتاب المراحل اللي يجوز عليها الانسان باش يكون النتيجه تكون جيده بغض النظر عن استعمال هذه المواد. هي حقيقه كاين بعض الاطعمه وبعض النباتات الطبيه اللي عندها يعني الفا اجيغ يعني ضد الليبتين وهي هرمون الشبع. نعم، هرمون الشبع هذا، لان المرضى اللي عندهم سمنه يصابون كما المرضى السكر، اسكون ابل اون انسولينو ريزيستونس يعني مقاومه الانسولين، هذ المرضى عندهم مقاومه الليبتين. ومقاومه الليبتين هذه في الحقيقه عند كاين بعض المكملات او بعض الاغذيه الطبيعيه اللي تقدر تعاون باش نقاوم هذه مقاومه الليبتين.
وتعطي نتيجه لان راح تنقص من يعني المفعول تاع الليبتين في الشبع او تزيده، فراح الانسان يقدر ينقص من الاستهلاك تاع الاغذيه. جميل. دكتور حكيت لنا ربما على الطرق التقليديه والقديمه اللي كانوا يستعملوها وهي التجويع، خليني نقول التجويع اللي كانوا يعتمدوها من اجل انقاص الوزن، هل هناك طرق تقليديه اخرى كانوا يعتمدوها زمان قبل ما نروح الى الطرق الحديثه؟ نعم، هي طرق يعني كنت هضرت على بعض الأدوية اللي كانوا يستعملوها، هذه كانت في التقليدية أدوية يعني في الصيدلية إلى آخره، ليزونفيتامين إلى آخره هم معروفين، واللي تم إعادة يعني منعهم من التداول لأن فيها مضاعفات الإنسان، هذه خطيرة ماهيش موجودة. نعم خطيرة، ماهيش موجودة في الآن، راهي ممنوعة، وعاودوا ولاو الى اون بريزون شارج جلوبال وين يكون فيه كما شفنا في كما راح نشوفوا فيه عده مراحل اللي راح نجوزوا عليها باش يكون اون بريزون شارج جلوبال تاع هذا المرض، لانه هو مرض معقد نوعا ما، واللي اون بارتي يعني من لو تريتمون هذا من العلاج يكون سلوكي، والسلوكي يكون ثاني يعتمد على لي زيموسيون يعني الاحاسيس الى اخره، والشعور الى مشاعر مشاعر الى اخره، يعني احترام المشاعر هادو مهم جدا، لازم يكون كما نقولوا اون برون كونسيديراسيون هاد الكوتي ايموسيونيل باش نقدروا نوصلوا لنتيجه مهمه. جميل. طيب دكتور نستقبلوا اخر مكالمه هاتفيه قبل ما نروحوا الى الصور باش تعلق عليهم ونقولوا الو الو صباح الانوار. الو مرحبا. الو الو مرحبا اهلا الو. يلا فقط المتصلين يتصلوا بنا يسمعونا من الهاتف ما يسمعوناش من الشاشه باش كل مكالمه واضحه. يلا مازال الاتصال معنا، نقولوا الو الو مرحبا. صباح الخير. صباح الانوار، شكون معنا؟ ام ايه من الجلفه. منين؟ ام ايه من الجلفه. يلا تحيه لك وكل الناس الجلفه اللي راهم يشوفوا في ناس بحت اليوم، عندنا بزاف ما عيطوا الناس الجلفه، وراكم انا معك. يلا مرحبا بك سيدتي. طيب تفضلي بسؤالك، هل عندك سمنه حديثه او عندك سمنه؟ حاولت ندير ريجيم اكثر من 3 اشهر. عندك ريجيم اكثر من 3 شهور؟ اكثر من 3 اشهر ريجيم عادي، معناتها شغل قطع شهيه. طيب قبل ما نروحوا الى اي نقطه احكي لنا على الريجيم تاعك، كيفاش دايرته وش فيه وش ما فيهش؟ ما عادي شغل ناكل في النهار وما ناكلش في الليل. تاكلي النهار وتاكلي في الليل، طيب وش تاكلي؟ معاه حاجات عادية زعما مش تقليدية بقى. معليش قولي لنا التقليدي واش تاكلي؟ تاكلي بطاطا فلي وشربة حساء؟ لا 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 لا، حاجة تقليدية، طعام شخشوخة. طعام شخشوخة في الريجيم؟ ها عادي. هاو هذا ريجيم تاعك سبيسيال، باين باللي درتيه وحدك. لا لا لا، كان شكون كاين نتائج جربوهم و طيب اعتمدتي على كل ما هو تقليدي، هل قللتي الكمية اللي اعتمدتي فيها على الخضر؟ أحيانا في فترة الشتاء. طيب طيب المادة المستعملة في الشخشوخة ولا في الطعام ولا هل استعملتي القمح الكامل ولا القمح العادي؟ هل استعملتي الفارينة ولا السميد؟ لا 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 أكيد سميد، ما درتش سميد. كيف كيف؟ طيب شحال تاكلي من وجبة في اليوم؟ الو ما سمعتش. شحال من وجبه في اليوم تعتمدي؟ ما قلت لك احيانا انا شغل عن تجربه، كاين اللي جربوا هذا الريجيم هم ياكلوا في النهار وما ياكلوش في الليل. انت تاكلي في النهار ولا في الليل؟ ما ناكلش في الليل، واحيانا اصلا في النهار ما ناكلش. يعني تاكلي في النهار وجبه وجبتين ومن بعد خلاص. ايه. طيب سكرية تاكلي ولا لا؟ المقروط الحلوة؟ أحيانا برك ما أحيانا. هذه شحال في اليوم؟ شحال في السمانة؟ أكثر من 3 أشهر. لا لا أحيانا هذا اللي تاكليها شحال؟ يعني أكثر من 3 شهور حبستي سكر؟ إيه. جميل جدا. يعني استعملت أدوية تاع ريجيم و شحال توزني يا سيدتي؟ ها؟ 83. والطول تاعك شحال؟ العمر؟ 170، عندي 36 سنة. 36 سنة. دكتور هل عندك سؤال؟ نعم. انقطعت المكالمة الهاتفية، إذا كان عندك سؤال أو عندك حاجة حبيت تطرحيها عاودي لنا. نعم، هي في الحقيقة هذا معروف يعني لهذا لوكا هذايا، هذه الحالة
يعني عندها كما قلنا دوك كي نحسبوا المؤشر هذاك لو بي ام اي اللي هضرنا عليه تقريبا على حسب واش هضرت نصيبوه راه ماهوش في كما قلنا في السمنه ولكن في السيربوا زياده يعني ماشي زياده الوزن هي مليح تاخذ بعين الاعتبار هذه الزياده وتحاول كيفاش تقلل منها ولكن ماشي بريجيمات هكذا عشوائيه لان كل هذا يعني هاد البرامج تاع تخصيص الوزن والسيطره على الوزن وانقاص الوزن هي واش راح ترى البيوتي دائما في اثبات هذا الوزن على المدى الطويل تثبيت الوزن ولا تثبيت الوزن هذا على المدى الطويل هذا هو المشكل اللي اوني كونفرونتي كاع الاطباء او حتى المرضى كونفرونتي لهذا المشكل وهذا لازم له كما نقولوا استراتيجيه مستدامه متكامله يعني. مستدامه يعني في الولايات المتحده الامريكيه مثلا باش يحصلوا على كما قلنا نتيجه يعني مستدامه على ريزولتا مستدام اللي يقعد في الزمن المتابعه تكون حوالي 3 سنين على الاقل يعني 3 شهور يعني حديث نعم 3 سنين متابعه يعني في 6 شهور الاولانيين هذا باش نتحدثوا على يعني لي زيتاب تكون 16 سيونس دو كونسلتاسيون 16 يعني جلسة للمتابعة في 6 شهور الأولى لأن الدراسة تقول باللي هذه 16 جلسة هي اللي راح تبني يعني لو سوكل باش تكون يعني لو ريزولتا او النتيجه تكون مستدامه. دكتور في اخر نقطه فقط قبل ما نروحوا للصور، هل الماكولات التقليديه تقدر تكون في نظام غذائي صحي او لا؟ نعم الماكولات الغذائيه المتوسطيه معتمده على الخضر الاخيره اللي نعرفوها احنا واللي خاصه ما تكونش فيها زيوت المهدرجه وما تكونش فيها الفارينه والسكريات يعني هذه الصناعيه الى اخره هذه تقدر تدخل في نظام متكامل لتخسيس الوزن. يعني سيدتي قادر يكون عندك الحق. يلا دكتور نروح الى صور اللي جبتها لنا اليوم باش نعلقوا على كل صوره ونشوفوها في هذا الاثناء. اكيد صور مهمه جدا عن الزياده في الميزان للسمنه. يلا دكتور صوره يعني راهي واضحه. هنا باش نعاودوا نلخصوا اكيد الاسباب هي كاين 5% حتى 10% اسباب جينيه يعني يزيد بها الانسان وراثيه مثلا كاين اللي ما عندهمش الليبتين وراثيا فكي نعطيو لهم الليبتين راح نبرم ينقص الوزن تاعهم بطريقه هذه ما نهضروش عليها ولكن الاخر الاسباب السمنه الاخرى باش نلخصوها هي الاكل الحديث هذا عدم النشاط لينكتيفيتي الصودا بعض الادويه تؤدي الى السمنه معروفه كاين الناس اللي يشربوا ادويه فراح يزيدوا في الميزان كما ادويه الحساسيه ادويه كثيره تاع الاكتئاب ايضا تاع الاكتئاب نعم هذه الادويه تؤدي الى السمنه كاين لو ستريس معروف يعني هذا في التوتر في العمل او في الى اخره هذو الهرموني يعني كاين اسباب هرمونيه وخاصة الخلل الهرموني يلعب دور كبير في زيادة في الميزان. نعم الهرمونات والجوت، الجوت هذا وشنو؟ هو البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء. خلل يعني في البكتيريا. خلل في البكتيريا. النافعة. يعني كاين بعض الناس اللي عندهم خلل في البكتيريا راح يؤدي إلى السمنة وكاين النقص في النوم. النوم. يعني الأرق. نقص في النوم. نعم اللي ما ينوموش ولا يسهروا ويقعدوا في الآخر ومن بعد يرقدوا في الليل. هادو معرضين الى السمنه في 50 60 الى 70% من الناس. اسمح لي نحبسوا عند هذه النقطه دكتور، يقول لك الناس اللي تسهر بزاف تشيان. لا لا كاين هذا لا المنطق هذا. المنطق هذا كاين نعم ولكن بالك تشيان في المرات الاولى ولكن من بعد راح تولي تاكل جوع يسرى تذبذب في يعني الهرمونات تاع الشبع الى اخره معروف كاين دراسات فراح تنقلب الى سمنه مع الزمن. في كثير من الاحيان يعني كاين بعض الحالات اكسبسيونال اللي ما راحش يصير لها هكذا ولكن في كثير من الاحيان هذا واش راح يصير لها. فهذه اعطينا بعد ما لخصنا الاسباب نجوزوا الى الصوره الثانيه. اكيد نجوزوا الى صوره نعم. اخرى هشام راه مرافقنا في الصور هذه. هذه يعني هذه السمنه راح تؤدي الى الامراض اللي نشوفوا فيها امراض القلب ارتفاع ضغط الدم امراض يعني تاع المفاصل أمراض التنفس يعني خاصة ما يسمى ب الضيقة في الليل ضيق يعني الضيقة نعم هذه هي الضيقة ولا ما يقدروش ينهجوا ما يقدروش يتنفسوا ينهجوا بلا ما نهضروا على السكري
والامراض يعني العصبيه الى اخره. هذه حتى الامراض العصبيه تكون مرتبطه بالسمنه، يعني الاكتئاب الى اخره، يعني تقدر تكون تؤدي الى هذا النوع من الامراض. يعني فهذه الامراض اللي ولهذا لازم العلاج بان دكتور. والله شوف الملاحظ في هذه الصوره، الناس اللي راهي تشوف في هذه الاثناء تشوف كل الامراض هي امراض العصر، يعني هذو هما اللي راهم في زياده مستمره ودائما ما نحكوا عليهم، كما امراض المفاصل، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاعصاب، السكري قلناه، القلب، النهجه، الضيقه، كل هذه الامراض اكيد مربوطه بالسمنه. نعم هذه هي اكيد المفاصل من بين الامراض ايضا. ولهذا ف يعني لا بريز اون شارج، يعني التكفل المبكر بهذا خاصه من الصغر، من الاطفال، يعني عندما نفقدوا الوزن قبل سن 19 فهذا راح واش راح يدير، يساعدنا راح يساعدنا باش ما نطيحوش في هذه الامراض. ولهذا فاستراتيجيه مهمه يعني تكون على مستوى المجتمع وعلى المستوى كل يعني الجهات المعنيه الطبيه السياسيه الى اخره باش تكون التكفل بهذا النوع من دكتور. انتبهت الى نقطه مهمه جدا طرقت لها من خلال حديثك اللي هي السن، قلت لي لازم يكون هذا الامور للانسان يتفادى السمنه قبل 19 سنه، يعني مور 19 سنه لازم يكون الميزان تاعو مضبوط. نعم يعني نعم. بعد 19 سنه الاكيد راح تكون صعوبه في ان الانسان يخسر. نعم تكون صعوبه، يعني تكون باش نوصلوا لاعاده الوزن الطبيعي تكون يعني صعوبه في التكفل، خاصه دكتور انه احنا في العقليه الجزائريه يقول لك خليها ويكبر يشيان وحده او مازال صغير، كي توصل الجامعه كي يوصل الجامعه ويشيان، يقولوا هذا يقولوها وحده ويطوال يشيان. ولكن هذا بالك هذا الكلام بالك كان في وقت مضى ما كانش هاد الاسباب، نشوفوا الاسباب لكن الاسباب هذه ما راحش تعطي نفس النتيجه، وايضا الاسباب ما كانش كل انسان عنده نفس الاسباب، البيئه ما كانتش مهيئه الجميع انهم يسمعوا، اليوم الاسباب راهي عند الجميع مجتمعه، نفس الاسباب اللي راهي موجوده في الولايات المتحده اللي ادت الى بهم لهذيك الامر راهي مجتمعه عندنا في الجزائر، قلت لك مع اختلاف امر واحد هو ما عندناش نفس الوسائل لمقاومه كل هذا المشاكل، يعني هذا لافاك هذه الموجه اللي راهي جايه تاع السمنه، ولهذا لازم الامر خطير جدا. صح دكتور، لانه حقا المجتمع راهو يمرض، المجتمع يوم في يوم راهو يولي مريض للاسف الشديد. طيب نشوفوا صوره اخرى دكتور. نعم باش نشوفوا المراحل اللي لازم نجوزوا عليها في يعني في هذه هي في المعالجة تاع هذا المرض المزمن اللي هو مرض السمنة. المرحلة الأولى اللي راهي لتحت بالأزرق هذيك هي اللي نبداو بها، من 2 إلى 5%. نعم 2 من 5% لو كان نديروا هذه المرحلة فقط، لو كان كما نقولوا نلتزموا بهذه المرحلة، يعني إعادة النظر في نمط الحياة، نمط الحياة وإعادة النظر في التغذية، فراح واش في نمط الحياة فقط، هذه ماشي التغذية، التغذية راهي الفوق، هي أول مرحلة، أول مرحلة الإنسان يغير من يعني نمط الحياة على الأقل يعني. ينوض يمشي يدير على الأقل 5000 خطوة، خطوة هي من الأحسن 10000 خطوة في اليوم، في اليوم يقدر يقسمهم، يقدر يدير 5000 خطوة. وكاين عندنا في الناس كاع عندهم دوك هذوك الهواتف النقالة فيهم أبليكاسيون هذيك يعني تطبيق اللي يقدر يعطي لك الرقم تاع شحال من خطوه مشيت. فمليح الانسان يعد الخطوات اللي راه يدير فيها، واذا كان ناقص مثلا يكون في 1000 2000 خطوه هذا ماهوش كافي، لازم يطلع 5 6 حتى الامثل هو 10000 خطوه. دكتور 5000 خطوه متتاليه ولا نقدر نقسموها؟ لا يقدر يقسمها، وهي من الاحسن تكون خطوات كما نقولوا متسارعه، ماهيش خطوات غير بشويه هكا تروح، ولكن يكون على الاقل تكون 5000 خطوه في ال 10000 هذه، 5000 تكون متسارعه. جميل، نروحوا الى النقطه الثانيه. النقطه الثانيه هي يعني اعاده النظر في النمط الغذائي اللي هي من 5 الى 10%. هنا نقدروا بفضل هذه اعاده النظر نروحوا من 5 10، كي نعدوا الخطوه الاولى والثانيه نقدروا نقصوا حوالي حتى ال 15% من الوزن بطريقتين، بالتغيير النمط المعيشي اللي هو نتحركوا نعودوا نتحركوا الحركه وتغيير الغذاء ايضا. هذه هادو يعني الخطوات الاولى اثنين اللي مهمه واللي لازم نجوزوا عليها، ما نقدروش نروحوا مباشرة الى خطوات اخرى حتى نسيو. وهذه المده
يعني في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يقولوا عام يكفي، والآن دراسات الأخرى تقول باللي لازم عامين. هذه الخطوة تقعد عامين. جميل. إذا في عامين أنا با أوبتوني دو ريزولتا مع الإنسان هذا، راح نوصلوا إلى المرحلة الثالثة واللي هي باللون الأخضر كما راهم يشوفوا المشاهدين. الأخضر هي استعمال بعض الأدوية. من 5 إلى 20%. نعم، هذه الأدوية ماهيش أدوية كما نقولوا الطبيعية ولا هذه النباتات إلى آخره، لا. هذه هنا راح ندخلوا لمرحلة أخرى. هذه النباتات الطبيعية والآخرية وشرب التيزانات كما كنت تقول والمكمل بعض المكملات لا ديتوكس، هذه تدخل في المرحلة الثانية في التغذية، نقدروا نستعين بها. الثالثة نستعين بها ولاش الاعتماد عليها. نعم، باش الناس تسمع وتفهم. هذه صح، سي اون بريسيزيون امبورطون. في الـ في الـ في الـ في المرحلة الثالثة اللي بالأخطر هي استعمال الأدوية. هذه المرحلة ما كانتش كاينة عندها 10 سنين، ما كانتش موجودة. الآن راهي موجودة لأن عندنا أدوية فعالة اللي تقدر تعطينا من 5 حتى 20%. جميل، يعني العلم تطور وصلنا لمرحلة أخرى واللي هذه الأدوية يعني كيفاش يقولوا راحت لي كاع الكلمة. يلا معليش. هذه هي طرق التعالي. هذه الأدوية بخلاف الأدوية القديمة اللي كنا نتكلم عليها كنت عندها دي زيفي سكوندير، هذه لي زيفي سكوندير قليلة ولهذا رانا نستعملوها. وحتى هذه مع مرور الوقت دكتور تولي ما عندهاش فعاليه، الانسان الجسم الانساني يتعود عليها. يعطيك الصحه، هنا تكون متابعه. شفت هذوك المراحل الاولى الثانيه والاولى لازم تستمر مع المرحله الثالثه حتى يكون عندنا نتيجه مستدامه. ولو نستعمل الادويه وننقص حوالي 20% من الوزن ولكن باش تقعد مستدامه لازم تبقى دائما محافظه على المرحله الاولى والثانيه، نحافظ عليهم. يعني يكونوا مرافقين، الادويه تكون مرافقه للمرحله الاولى والثانيه، لان كما راه نشوفوا في الجدول هي لا باز، هي التحت هي الاساس. هذيك هي دكتور نروحوا الى المرحله الرابعه وراهي باللون الاحمر اللي هي 10 من 10 إلى 20%. نعم، هذه يعني في البلدان المتقدمه لجأوا الى هذا مع بعض الاشخاص. دكتور هذه فيها عندنا هضره في هذه المرحله. بعض الفئات يعني اللي ما يقدروش اون بو با فوار دي ريزولتا معاهم في المراحل الثلاثه. نروحوا للمرحله هذيك الرابعه جراحية. واللي هي تبدا، هذه ماشي جراحيه، هذه سي اوندوسكوبيك، معناتها يحطوا ان بالون غاستريك، معناتها نوع من هكذا شغل كره صغيره لداخل في الجهاز الهضمي، يعني في ليستوما. تحسك بالشبع. تحسك بالشبع، هذه هي يعني سي ميكانيك. هل هذه طريقه فعاله ولا لا؟ كان تمشي معهم ولكن الكثير منهم ما يعني يحسوا اون جان وما يقدروش يواصلوا فيها. ينحوها، تقدر تنحيها؟ كاين اللي ما ينجحوش فيها. ولهذا وكان ينجحوا فيها يمكن فئه قليله، ولهذا ف لا ينصح بها. طوروا طريقه واحده اخرى. يعني هي اقل انفازيف، يعني موان انفازيف من الاخيره. وهي قبل ما نروحوا للاخيره، دكتور هل ما مدى فعاليه هذه المرحله ولا لي بالون اللي يديروه في الاستوما؟ يعني الفعاليه تاعها هي كاينه من 10 الى 20%. ينزلوا في الميزان؟ ينزلوا في الميزان، نعم، لان يحسوا بالشبع الى اخره ميكانيكمون. طيب خطورتها؟ خطورتها كاين بعض، هي ما فيهاش خطوره كبيره ولكن فيها اون غرون جان، كاين اللي ما يحملوهاش. كما شفت كاين واحد يدير جديد يدير كريان دونتي ولا باش ياكل به، وكاين اللي ما يحملوهش ينحوه صح هكذا تصرى لهم شغل هكذا. فلهذا ينقص، كاين اللي يحملوا لانه جسم غريب في الجسم ديالك. هذه كاين اللي يحملوا وينقصوا الجسم يحملوا ويكملوا، وكاين اللي ما يقدروش يلجؤوا باش يعاودوا. طيب ونوصلوا الى اخر مرحله واخر حل اللي هو الجراحة باللون الأصفر. يعني هذه غردته باللون الأحمر دكتور لأنه نعم. آخر حل. نعم، هذيك يعني المرحلة الأخيرة سيرجوري هي عندها نتائج كبيرة من 20 حتى 40. كاين بعض كاين يعني بعض المرضى اللي تنفع معهم، خاصة إذا كانوا معرضين إلى أمراض قلبية، إلى السكر، إلى آخره إلى آخره، يكونوا مضطرين لهذه العملية. مضطرين، هذه هي. وما والنتائج يعني المراحل الأولى اللي هضرنا عليها ما أدتش النتيجة، ما أدتش إلى يعني الآخر اللي نستناوها. ف
فنلجؤوا الى العمليه. طيب دكتور اسمح لي فقط نقاطعك، ولكن هذه العمليات الجراحيه للمعده دائما تكون للناس اللي عندهم 100 و200 كيلو في الميزان، ونشوفهم احيانا في الفيديوهات ولا في الروبورتاجات، ولكن اليوم شبابنا راهم يلجؤوا يعني يحرقوا كل هذه المراحل ويروحوا الى مرحله العمليات الجراحيه، يعني 100 كيلو 90 كيلو يقول لك دير لي عمليه قص معده. هذه يعني هذا هو الخطا، يعني راك يعطيك الصحه كي نبهت لهذا الامر. فهذا هذه لا لازم يعني البروتوكول لازم يجوز على هذه المراحل. وقلت لك المرحله الاولى والثانيه تقدر تقعد في الولايات المتحده يقول لك عامين، يعني عامين، وهي وهما يحاولوا مع المريض وتكون عن طريق يعني جماعات لجنه، كاين لجنه طبيه، ولكن تكون مام حتى المرضى يقوموا بهذه التدابير في طريق جماعات، يعني اون جروب يعالجوهم اون جروب، يعني صابوا بلي كي نعالجوا الناس اون جروب يمد نتيجه خير من معالجه كل واحد وحده. كاين كما نقولوا جلسات فرديه وكاين جلسات جماعيه، يعني هذه هي المعالجه لازم تكون كما نقولوا سوسيتال، تكون جلسات جماعيه وجلسات فرديه. عده جلسات قلت لك في الست شهور الاولى توصل حتى 16 جلسه جماعيه وفرديه. طيب دكتور نروح ايضا للعمليه الجراحيه هذه اللي يبقوا الناس اللي داروها عايشين بالدواء على طول حياتهم، يعني يبقوا عايشين بالدواء يعني بكل صراحه. نعم، هي في الحقيقه هذه العمليه نهضروا على العمليه الحل الاخير، نلجؤوا الاخيره يعني الحل الاخير، هذا الحل هذايا يمد نتيجه على كل حال. ولكن وش يدير الاستوما؟ الاستوما وش يصرى فيها؟ وش يقطع؟ يعني كاين البكتيريا اللي تروح من المعده ايضا، يعني كاين بكتيريا معينه، بعض الفيتامينات حقيقه، بعض المغذيات راح تنقص، ولهذا تكون مرافقه، تقعد تعوض هذيك الغيه الى اخره، وكوم اون ايدوكاسيون، يعني تقعد مرافقه بالسلوكيات الى اخره باش ما يعاودش، خاطر كاين اللي يعاود يولوا الوزن حتى بعد قص المعده، بعد قص يعاود يولوا، يعني كاين هذا الخطر. يعني وشنو هو السبب اللي يخلي ربما كيفاش؟ لان المرض معقد معقد كثير، نص الاستوما راح وزاد سمن. نعم يقدر، لان الانسان مبرمج باش يحافظ على الوزن تاعو ويبدا كما نقولوا يواسي الغاك الهرمونات تاعو، ما يدفعش كثير من يعني الطاقه الى اخره باش يحافظ على الوزن، لان برمجه جينيه. طيب دكتور وتاثير هذا الزياده او اعاده الزياده على العمليه تحديدا كيفاش ما يعني يشين وبعد يعاود يسمن، وش ياثر هذا على المعده وعلى العمليه؟ يعني هذه كاين بعض الحالات يعني يعاودوا يولوا الوزن، فهذا يعني حالات نادره ولكن تقدر تكون، فما عندوش في الاخير ما عندناش الحل هذا المشكل. خلاص هو دبر راسه هو بغى لذلك مشاهدينا الاكارم لازم تحترموا هذا السلم وهذا الترتيب، نبداو بتغيير النمط الغذائي من بعد النمط الحياه وبعد النمط الغذائي اللي يساعدوا كبير اللي هما امباز كما نقولوا بالعاميه، من بعد باش توصلوا ولا تحبسوا عند المرحله الاولى؟ لا دكتور، هي من الاحسن المرحله الاولى الثانيه هذا هو الامثل، وهذه كثير من الناس نقدروا نوصلوا النتيجة بهذا، يعني النتيجة فعالة بمجرد الأولى والثانية تغير الميزان ونمط الحياة وصحة البنادم، وهذه لازم تكون معالجة. كاين بعض الأطباء يقول لك باللي من الأحسن نرجعوا إلى ما يسميها يعني كما احنا عندنا النظام الأزوية إلى آخره، وين يدخل الطفل يدخل يقرأ عنده نظام غذائي محترم صح. مع الأطفال يعني الأخرين إلى آخره، يكبر عليه في السلوك يقعد فيه. أكيد كان بعض الأطباء يقولوا هذا الحل يعتمدوا مليح. نعم أكيد. يلا نشوفوا صورة أخيرة، صورة ماشي أخيرة قد لطاوس بن عمير. يلا هذه الصورة، يلا لا الأخيرة ماشي هذه، ماشي هذه، هذه شفناها. يلا هنا استعمال تطبيق. التطبيقات باش نهضروا على استعمال التطبيقات اديستونس، يعني ولات في الولايات المتحده الامريكيه، ولا يعني للمتابعه عن بعد، يعني المرضى يقدر يتبعهم يشوفهم الى راهم يمشوا ولا لا يشوفهم واش راهم ياكلوا عن بعد باش يوجههم، يكون عنده كما نقولوا مجموعه ويقدر يوجههم. ولهذا فلجأت الولايات المتحده الامريكيه الى استعمال التطبيقات لي يعني كشرطه ل التغذيه و يعني نمط المعيشه عن طريق هذه التطبيقات، يقدر
يراقب ان هذو الناس. اسمح لي دكتور، كان في طرق احتيال الانسان على نفسه، نحطه نربطه في قط ونخليه يضل. يقدر يقدر هذا الانسان يحب شيشي يعني. فيعني هذه التطبيقات يعني في الولايات المتحده مشات كثير وراهي معتمده وفعاله ايضا باش يعني لمعالجه هذا يعني هذه الظاهره. يعني جميل جدا دكتور، شكرا على هذه المعلومات، الحديث معك جد شيق صدقني، معلومات وافرة وغزيرة وعندك المزيد من المعلومات على بالي تقدر تمدها، ولكن للأسف الشديد وقت الفقرة يجبرنا على ختام هذا الفقرة. مشكور دكتور على قبول الدعوة، وشكرا للناس اللي تفاعلت معنا صبيحة اليوم واللي كانت بكثرة في غرفة التحكم، ولكن ما قدرناش نجوزها كلها من أجل الإجابة على الأسئلة اللي جهزناها وحضرناها مع فريق الإعداد، والنقاش مازال مستمر، المواضيع أيضا احنا نعالجوها في الأسابيع القادمة. مشكور مرة أخرى دكتور، يومكم موفق بحول الله. الله يسلمك.